بكم في حلقة جديدة من قناة الأطفال. اليوم سنقدم لكم قصة سندريلا والحذاء السحري. قبل البدء لا تنسوا اللايك والاشتراك في قناتنا وفعلوا جرس التنبيه ليصلكم كل جديد. هيا نبدأ. سندريلا والحذاء السحري. بعد أن توفيت أم سندريلا، تزوج أبوها امرأة أخرى لها بنتان للاعتناء بسندريلا نظرا لانشغاله بأعماله. وكانت الزوجة وابنتاها شريرات من حيث كنا يعاملن سندريلا أسوأ معاملة، ويرغمنها أن تعمل كخادمة في منزلها. وفي أحد الأيام قرر الملك البلاد إقامة حفل كبير يدعو فيه جميع البنات ليختار إحداهن زوجة لابنه. وعندما وصلت الدعوة إلى بيت سندريلا قرأتها زوجة أبيها وقررت أن تذهب هي وابنتيها فقط. وعندما علمت سندريلا بالأمر حزنت حزنا كبيرا وأخذت تبكي بكاء شديدا. جاء يوم الحفل وارتدت كل من جيني وكاترين أجمل ثيابهما وتوجهتا مع والدتيهما إلى قصر الملك تاركات سندريلا وحيدة في المنزل. فلقد كان الحزن يملأ قلبها، وفجأة حدث شيء غريب ومفاجئ. فقد ظهرت ساحرة عظيمة وطيبة وطلبت منها ألا تبكي لأنها ستقوم بمساعدتها. كانت الساحرة الطيبة صادقة فيما تقول، فقد تمكنت بحركات بسيطة من أن تجعل سندريلا ترتدي أجمل الثياب والأحذية، وصنعت لها عربة كبيرة تجرها الخيول، وأمرتها بأن تأخذ سندريلا إلى ذلك الحفل، ثم نبهتها بضرورة العودة إلى منزلها قبل منتصف الليل، لأن مفعول السحر ينتهي في تمام 12 ليلا. فوعدتها سندريلا بأنها ستفعل ذلك وشكرتها كثيرا. هي صورة. عندما وصلت سندريلا إلى الحفل أعجب الأمير كثيرا بجمالها وطيبة قلبها، فقرر أن يختارها زوجة له. وكانت سندريلا سعيدة جدا بذلك، لكنها انتبهت إلى الساعة وإذا بدقائق معدودة تفصلها عن 12 ليلا، فركضت مسرعة. فتعجب الأمير من تصرفها محاولا اللحاق بها، إلا أنه لم يتمكن من ذلك. أثناء جريها تعثرت فوقعت منها واحدة من حذائها فتركتها لعجلتها. فأخذها الأمير وقرر أن يبحث عن صاحبته في كل بيت من بيوت المملكة. وخلال جولته لم يكن مقاس الحذاء مناسبا لقدم أي فتاة، حتى وصل الأمير إلى بيت سندريلا. قاست كاترين وجيني الحذاء لكنهما فشلتا في ذلك، فسأل الأمير إن كان في البيت فتاة أخرى، فأخبره بأنها خادمة وأنها لن تعجبه، لكنه أصر على أن يراها. ولما قاست سندريلا الحذاء كانت المفاجأة، فلقد كان الحذاء على مقاسها. عندئذ تذكرها الأمير وعرف أنها هي التي كانت تجلس معه في القصر، فتزوجها وعاشا في سعادة وهناء. النهاية. أتمنى أن يكون الفيديو قد أعجبكم. لا تنسوا اللايك والاشتراك في قناتنا وفعلوا جرس التنبيه ليصلكم كل جديد. مع السلامة في حلقة جديدة من قناة الأطفال. إلى اللقاء.